خوت صافا لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين في صحه جيده. الوغ عندنا اليوم تيست رايد موتور اللي خديت جديد، البيكار 10 البي 2، فيها بزاف الاسماء، فيها بيكار 10 البي 2 سي ار 3. الوغ 125 سنتيمتر كوب ديالها، تبارك الله موتور زوين، بويسونس فيه يا سلام، الركبه ما يمكنش الخوت تعتير يا سلام، زواون موتور برودوي شينواز. شركه البيكر صراحه ولينا كنشوفوها مؤخرا، بدات كتجتهد، بدات تخرج دي ماتيكول صغار، وبدات كتخرج حتى بيكر كروس، حتى هي سي ار 1 زواون. هذا كروس، هذا ان روستر ديال البيكر زواون. هذا موديل الخوت خديته 2021، في الاخر ديال 2021، موتور باقي جديد نقي، تقريبا ضرب 14000. تبارك الله مخير موتور، ما فيه لا تزنزيل لا والو، موتور تبارك الله مزيان. لا توب سبيد ديالو راه 120 كيلومتر في توب سبيد ديالو، ما غنديرهاش ليه. الوغ الخوت موتور الثمن ديالو راه معروف، تيدير 1,140,000، 17500 جديد. صراحه الثمن ديالو مخير. هذا الشركه هي اللي عوضات البينيلي، افتقدنا البينيلي صراحه بزاف، مابقاش كتدخل المغرب، مي خرجت البيكر دابا، بدات خرجت لي سيري ديالو والفيرسون ديالو، بدات كتنضيف بزاف ديال الامور. كان ديجا البيكر عندها الكونتور انالوغ ديزاين كلاسيكي شويه، لف لوبتيك ديالها كانت لوبتيك عندها مدور وما فيهش الليد، اما دابا ولا الكونتور ديجيتال انالوغ ميكس، وديزاين مخير، حتى في لوبتيك فول ليد، دوفون خطيره اغريسيف الاخوان، كلشي مخير صراحه. الوغ مولاها خديتها من عنده، يلاه ضربه عنده عام بالضبط، بدل ليها ادريزوما ديال الكيدون، حيت الكيدون ديالها اللي تكون فيها شي شويه عيان صراحه، انا متفق معاه في هذه القضيه. دير لها هنايا الكيدون ريزوما في هذا الكولور هذا الكحل مات، دير لها ريزوما لوريجينال. واحد القضيه وحده اخرى اللي عجبتني عند مولاها، حيت لها دي ستيكرز ديال البيكر كامل، لا في جناب لا في كل شيء، كما كتشوفوا هنا يدير لها اوندا القدام، اوندا في جناب، لوغو ديال اوندا، كل شيء ديال اوندا. علاش؟ حيت كاين واحد السيري ديال اوندا سي بي 125 اف، اوندا سي بي 125 اف، تتشبه لهذا البيكر، حيت الشركه صراحه ديال البيكر تانسبيراو من شركه الهوندا وخرجوا هذه السيري فوتو كوبي لا في لوبتيك. غنخليكم التصويره ديالها باش تشوفوا، فوتو كوبي ما كاينش تخرجيش، داكشي علاش مولاها حتى هو موطار، حتى هو تبارك الله عليه هما المنبر هذا دار لهاد السيكرز الهوندا، كتبان اوندا دوريجين، حتى بالنسبه لها حتى تانسبيرا من كل شيء، حتى بالنسبه حتى في الماكينه من جناب ديال هذا اوندا بالاحمر كتبان اوندا ديال بصح. عندنا عرفتي لي رابور، ما لي رابور كطول، عرفتي راه ركبه ان غوتستر خطير جدا صراحه الاخوان، مخير الاخوان مخير بزاف، في واحد البويسونس خطير بزاف، واحد البويسونس زواون، موتور محكوم في الارض، فيه الروايد اللور القدام تيبلاس ديال 17، مي اللور راني الروايد الديامتر ديالها عريض، الفخيناج الخوت ديسك القدام، مي اللور اونبور فريدو، هادي هي الميزه اللي شي شويه. مي علاش هذيك اوندا سي بي 125 اف، حتى هي فيها الفخيدو اللور، فيها الريزرفوار كتهزنا 15 لتر، ريزرفوار كبيره، قلنا لوبتيك فول ليد، الدوفون حتى هما اغريسيف، البوا ديالها فيها 135 كيلو، فيها الخوت المقيس ديالها يا سلام، فيها دي زامونتيسور لورانيين، جوج ديال لي زامونتيسور. باغ كونطخ الفالكون اللي ديجا درت ليها التيست رايد، فيها ان مونو مونتيسور لور، فاركون شركه خرافيه من قاردات. مش نقول لكم الخوت بالنسبه لي كوموند ديالها راه كوب كورو، كوموند تري سامبل، ديماغاج ستار، دي سينيال، كوموند ديال الضو، كلاكسون، هادشي اللي كاين الخوت. طابلو دبور ما فيهش شي حاجه بزاف، في الانالوغ نالغونفراج ديال الموتور، في الكيلومتراج، لي رابور، هادشي اللي كاين الاخوان. موتور زواون زواون، صالح للسفر،
صالح يعني لاي حاجه، وصل المدينه خرج المدينه ما فيش الرادياتور الاخوان غوف واديسمون ديالو عير بالبرد. تبارك الله زوين موتور طبيعه الحال. الناس اللي يلاه بادين في البايك لي رابور ديالو راه بروميير تحت كلشي الفوق، فيه 5 ديال لي رابور، فيه واحد الخيل الاخوان باغ كونط خلبيني لي حتى الوراق ديالو غادي يكونوا رخاص بالنسبه لاسيغونس شحال من حاجه. بين اللي فيها جوج ديال الخيل 2600 درهم ديال لاسيغونس، هذا لا هذا 2000 درهم 1950 درهم لاسيغونس ديالو. حتى الكونسوماسيون قل من البين اللي 125، وفي البويسونس تقريبا راه بحال بحال البين اللي فيها الديبار وفيها كل شيء، مالا توب سبيد وحده. بارك الله موتور زوين، خير موتور بالرجوله الاخوان، موتور يا سلام. حتى الكولور هذا جون موتور خطير بزاف، اللوين ديال هذا الموتور هذا عجبني بزاف، فيه دي كولور بزاف، فيه الابيض فيه الزرق فيه دم الغزال فيه فيه الكحل، هذا واعر واعر بزاف هذا الموتور. هذا موتور زوين الاخوان، مانيابل بزاف، لاسيل ديالو راه مرتاحه، واحد الراحه خطيره جدا، يعني تسافر بها تضرب بها حتى 300 كيلومتر ما تحبش وما يسخنش الموتور، وميم طون ما تعياش انت نهائيا. انا بعدا شخصيا هذا الموتور عجبني بزاف الاخوان. المهم هاد الاخوان كانت هذه واحد الدويره خفيفه على هذا الموتور، وكان واحد تيست رايد وعطيناكم لافيش تكنيك ديالو كومبلي، وهذا الموتور هو اللي خديت جديد ان شاء الله. يلا الفوت تشاو، السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.